تشاهدون في هذه الحلقة: المسرح العدني، أهمية الدور وغياب الأثر، معارض الكتاب، محاولة لاستعادة الذاكرة وتحرير الوعي. أحمد الأسد شاب عدني اشتهر بصناعة وبيع الفوفل الملبس. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في أولى فقراتنا، نبقى الآن مع جولة إخبارية سريعة نعرض لكم من خلالها أهم الأحداث والأخبار والفعاليات التي حدثت في عدن. ناقشت ندوة اقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن أسباب تدهور قيمة العملة الوطنية وتطورات سعر الصرف في السوق المالية، واستعرضت الندوة بحضور نخبة من الاقتصاديين تدخلات وإجراءات البنك المركزي للحفاظ على استقرار العملة الوطنية والصعوبات والتحديات التي أعاقت قدرته في إدارة السياسة النقدية ورسم وتنفيذ السياسة المالية. تعطلت الحياة العامة في مناطق متفرقة من العاصمة المؤقتة عدن بسبب سيول الأمطار الغزيرة التي من الله بها على المدينة، وحصرت مياه الأمطار عددا من منازل المواطنين في البريقة، وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي لساعات على عموم مديريات المحافظة. أعطني مسرحا أعطيك شعبا مثقفا. وفي ظل الوضع الحالي للمسرح والفنون بعدن، يبقى السؤال: كيف يمكن أن نخلق ثقافة ترضي جميع المكونات والأطراف؟ المسرح العدني يواجه معركة مصيرية لاستعادة مجده الغابر وحضوره المتعثر في واقع مثقل بالكثير من التحديات. أول منطقة أو أول بلد عرف المسرح في الجزيرة العربية، لكن واقع المسرح لم يحظى بالاهتمام الرسمي. عدن بقدر ما كانت هي منبر للثقافة والفن والحضارة، بقدر ما هي تراجعت إلى الوراء يمكن 100 سنة. ما فيش حد متوقع الوضع الذي وصلنا فيه في عدن، اللي المفروض تكون حاضنة الأشياء هذه، الفعاليات الثقافية والأنشطة. للأسف الوضع مزري بسبب وضع الحرب، وضع الناس ما تسمحش انه بيروح يشوف مسرحية، يعني يلا الناس تكافي نفسها بالأكل والشرب وغيره. سنوات طويلة من الركود والانقطاع للمسرح اليمني عموما وفي عدن على وجه الخصوص، تعثرت معها مسيرة العطاء المسرحي وسط جملة من الأسباب. كان قبل الحرب مدهور، لكن الحرب أزادته ضررا، والحرب أثرت على البنية التحتية للمسرح، تدمر المسارح، يعني مسرح هوريكين بكريتر، مسارح التواهي، قضت على كل شيء جميل. المسرحيين أصبحوا بلا مأوى، بلا حاضنة، المسرح تراجع كثير. أكيد ناتجة عن ظروف معينة سياسية اللي حاصل في البلاد، الصراعات اللي حاصلة، مرينا فترة من الفترات معينة كانت عدن يعني فيها نوع من الفساد الإداري الأخلاقي، حاجات كثير انعكس بدوره على الفن، وتراجع مستوى الفن والمسرح إلى أن أغلق أبوابه نهائيا. المسرح مالوش تقريبا، شبه عدم وجوده، شبه عدم لولا الاجتهادات الشخصية من بعض الأشخاص، يعني فيحاولوا أنهم يكسبوا لقمة عيشهم من خلال هذا المجال. محاولات عديدة لفرق مسرحية شبابية لإحياء المسرح من جديد بعد أن كاد يندثر إلى غير رجعة، إلا أن تلك المحاولات واجهت تحديات كبيرة في ظل غياب الدعم والاهتمام الرسمي. في كثير من الكتاب والأدباء والشعراء وحتى الفنانين الممثلين المسرحيين الذي طالوا بعودة المسرح وأنه يفتح أبوابه مرة ثانية. على الأقل صعب انه تكون عاصمه حاليا في لي عدن ما فيهاش اي فعاليه ثقافيه او نشاط ثقافي او مسرح يتكلم عن الواقع بشكل عام المسرحي. فكانت العوده القويه في مهرجان المسرح العام الماضي اللي كان في شهر ديسمبر، كان يعتبر بمثابه العوده بعد سنوات من الاغلاق. مبادره مجتمعيه من قبل الشباب العدني، كان فرقه خليج عدن، عمرو جمال وعدنان الخضر وغيره وغيره، واحيوا موضوع المسرح في عدن وحاولوا يعملوا انطلاقه، وكان جهد طيب، بس للاسف الشديد كان لا يوجد اهتمام رسمي. وضعهم المادي لا يسمح انه يروح يشوف مسرحيه، خصوصا مثلا انه الان يبيعوا التذكره مبالغ يعني
تعتبر غالية نوعا ما، عشان نحفز الناس إنها تجي تشاهد المسارح كذا، ممكن نفتح لهم مجانا حتى يعني لفترة مؤقتة ممكن، عشان الناس تفهم إيش معنات مسرح. سيبقى مستقبل المسرح اليمني مرتهنا بانتهاء الحرب وعودة الاستقرار إلى البلاد، والأهم من ذلك مدى جدية الجهة المختصة في تفعيل دور المسرح التنويري تجاه القضايا المجتمعية. للأسف شديد الآن واقع مؤلم، والمسرحيين للأسف أصبحوا على قارعة الطريق، لا رواتب، وزارة الثقافة تقول أنها ليست يعني لا تمتلك القدر الكافي من الدعم، لا بسبب الحرب لا يوجد إيرادات. كلما كان في اهتمام من قبل الدولة أو الناس اللي مختصة بالثقافة وبالفن وبالحضارة والحاجات دي، كلما كان في بناء للمسرح وإعادته أو ترميمه، كلما شاهدنا إنه في عروض مسرحية وفي تقديم مسرحي، وأكيد إن شاء الله بترجع. ولكن إذا كان في اهتمام بعودة المسارح وترميمه وتأهيله بالشكل الذي نقدر نقدم فيها عروض، كلما كنا قادرين إن احنا نكون فرق بكل سهولة من الشباب المبدعين ونعرض هذه المواهب. نرحب بالأستاذ أحمد عبد الله حسين، مدير عام مكتب الثقافة في محافظة عدن. أهلا ومرحبا بك اليوم معنا أستاذ أحمد. بداية لو تعطونا نبذة عن تاريخ المسرح في عدن بشكل خاص واليمن بشكل عام. أولا سعيد جدا بهذه الاستضافة، وهذه فرصة سعيدة أن عن طريق هذه النافذة الجميلة، النافذة الثقافية الرائعة التي قلما تجدها في قنواتنا المحلية، فمن الواجب أن نشكركم على تسليط الأضواء على الجانب الثقافي والأدبي والفني والإبداعي بشكل عام. عدن كانت دائما سباقة ولها قصب السبق في كثير من الآداب والفنون والعلوم، وحتى في المجالات الرياضية والنشاطات الاجتماعية المختلفة. فإذا ما حددنا المسألة بشكل دقيق فتجدي أنه عدن كانت سباقة في مجال المسرح على مستوى المناطق اليمنية عامة، وعلى مستوى أيضا الجزيرة والخليج. فقد بدأ المسرح أو عرفت عدن المسرح عام 1904. وأما بالنسبة للسينما فأيضا كانت عدن لها قصب السبق في أن تتبوأ هذا الفن السابع من خلال بعض الأفلام الأبيض وأسود التي كانت غير ناطقة آنذاك، وعرفت هذا الفن من خلال الاستعمار البريطاني، حيث كان يأتي بهذه الأفلام لجنوده ولعائلاتهم وللعمال والموظفين المحليين منهم أبناء محافظة عدن، وكان ذلك عام 1910. وكانت عدن أيضا من المناطق العربية التي عرفت الفن السابع السينما على مستوى الجزيرة والخليج والشرق الأوسط تقريبا. كما أن عدن كانت أيضا من الدول العربية الثلاث الأولى في مجال التلفزيون أو البث التلفزيوني، حيث أن عدن افتتح فيها التلفزيون عام 1964، والإذاعة سبقتها بعشر سنوات 1954 البث الإذاعي. ولهذا تجدي أن عدن كانت سباقة في مختلف أنواع الفنون والآداب على مستوى المناطق اليمنية أو على مستوى الجزيرة والخليج. كذلك بالنسبة للفن التشكيلي وبالنسبة لبقية الفنون الأخرى أيضا، كانت عدن من أوائل البلدان العربية التي أنشأت أكروبات أو فرقة أكروبات محترفة درست في الصين، وكان ذلك في بداية السبعينات. كيف تقيمون اليوم وضع المسرح في عدن؟ والله المسرح هو يعني مرآة الشعوب، وكما قال عظماء المهتمين بالأدب والثقافة والمسرح: أعطني مسرحا وأعطيك شعبا مثقفا. فالمسرح هو أبو الفنون،
بدليل أنه يجمع في طياته كل أنواع الفنون من موسيقى وفنون تشكيلية وفن معماري وديكور وأزياء وملابس وإلقاء وشعر وغناء وتمثيل. وهو الأجمل من هذا كله أن المسرح علاقة مباشرة بالبشر، بالإنسان، بالمتلقي، يأثر ويتأثر فيه مباشرة. فكان المسرح له دور لا يستهان به. والله من بعد الحرب عانينا كثيراً بتدمير كافة المنشآت الثقافية في محافظة عدن عن بكرة أبيها تقريباً، ومن يعني المنشأة التي لم تدمر كاملاً بصاروخ أو بقذيفة فتم نهبها أو سرقتها من قبل بعض ضعاف النفوس. لهذا كان علينا مسؤولية كبيرة جداً على عاتقنا أن أولاً أن نعيد تطبيع الأوضاع إلى عدن والمناطق المحررة، ثانياً أن 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 نعمل بطريقين بشقين أساسيين، وهما إعادة بناء العقل والفكر البشري للإنسان في المناطق المحررة وخاصة في عدن، وإعادة المنشآت، لأنه هذا مكمل لهذا. وكانت المهمة صعبة للغاية، كوننا جميعا نعرف الظروف الذاتية والموضوعية التي مرينا بها في حرب 2015 والتدمير الكامل الذي تم للبنية التحتية إضافة إلى المرافق الثقافية. فمن ضمنها أيضا المسرح تأثر تأثرا كبيرا جدا، وعلى الرغم من ذلك أعدنا بناء مسرح الوطني في حافون بالمعلى، ولله الحمد يعني أقمنا فيه عدة فعاليات ولا زالت تقام فيه فعاليات كثيرة جدا، من ضمنها أيضا مسرحيات وحفلات فنية ومتنوعة، وإضافة إلى أننا أقمنا فيه مهرجان المسرح الوطني الكبير الذي ضم أكثر من 10 مسرحيات في نهاية العام المنصرم في ديسمبر، ولقى نجاحا كبيرا جدا، حيث قدمت أكثر من 10 أعمال مسرحية، كل ليلة مسرحية اشتركت فيها عدة محافظات وليست فقط محافظة عدن. في رأيكم أستاذ أحمد، من المسؤول عن تراجع وتقهقر دور المسرح في عدن وفي اليمن أيضا؟ والله شوف، الـ 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 أنا لا أنا لا, لا أريد أن أربط تقهقر المسرح. أنا المسرح هو جزء من الثقافة العامة، كل الثقافة دمرت، كل شيء دمر، يعني حتى المكتبة الوطنية مكتبة باذيب دمرت كاملا ونهبت كاملا، ولله الحمد نهبت الممتلكات ولم تنهب الكتب الثمينة الغالية التي لا تقدر بثمن والتي تعبر عن آمال وتطلعات وماضي الشعب. لهذا الثقافة بشكل عام كلها تم تدميرها، ولهذا المسرح جزء من هذه الثقافة أو ضلع من الضلع الرئيسية التي يعتمد عليها أساس بناء هذا البيت الثقافي الكبير. لهذا الموضوع كبير جدا ومسؤولية الجميع، وخاصة ليس الدولة ثم المثقفين أنفسهم ثم الشعب بشكل عام. يعني المسألة ليست فردية، ولكن بالأساس الدولة يجب أن تولي الجانب الثقافي اهتمام، كون إذا نظرنا إلى الهيكل الإداري للموظفي الثقافة، يعني أقل رواتبهم اللي يستلموها يعني رواتب زهيدة لا تمت للإنسان بصلة. على سبيل المثال 60,000 راتب مثقف أو راتب ماجستير أو 80,000 ريال، يعني تصور يعني شيء مؤسف ومخجل. هذا على الجانب المعيشي للمبدع للفنان، وفي نفس الوقت الموازنات أو المخصصات المالية التي يجب أن ترصد للنشاط الثقافي لهذا، هذه معدومة تماما، ليست موجودة عندنا نهائيا. يعني أنا كمدير عام الثقافة أقولها وبكل صراحة وبشجاعة ولن أخف من أحد، لا توجد ميزانية للجانب الثقافي. الميزانية هي 0 ريال يمني،
للأسف الشديد يعني ما أقدرش أقول لك حتى 100,000 أو 200,000 صفر ريال يعني ميزانية لا توجد، في ميزانية تشغيلية مكتبية وقرطاسية ومش عارف إيه، لكن أنا مصمم إنه لابد أن تكون هناك ميزانية للنشاط الثقافي. يعني أنا بصدد أن أقيم مثلا 4 معارض تشكيلية، أقيم مثلا أشجع الأطفال وأدب الأطفال وهم الأساس. يعني في السابق كان لدينا 4 مجلات خاصة بالأطفال، وإذا أهملنا هذه الشريحة المهمة جدا التي سوف نتحمل مسؤوليتها في بناء مستقبل غير مضمون لهم، يجب أن نهتم بالأطفال. فالمسألة كبيرة، والثقافة ثقافة الطفل، ثقافة أيضا الشباب يجب الاهتمام بهم ورعايتهم. يعني نحن في مكتب الثقافة مسؤولين على السينما والمسرح والفنون الشعبية والفنون التشكيلية والرقص الشعبي والغناء والموسيقى يعني والأكروبات والآثار والمتاحف والكتب. يعني فعندما تأتي وتجدي أنه هذا لا يرصد له الميزانية الخاصة كما يرصد لكل وزارات، في وزارات يعني أعطي لو كانت لديك أرقام من قبل مجلس الوزراء ستجدي أن أحقر وزارة باستلام المخصصات هي وزارة الثقافة، وده شيء مؤسف بحق. يعني إما أن يرصدوا ميزانيات ويحاسبوا الناس على العمل، أو أن يتركوا القطاع الخاص أو رأس المال الوطني يشارك معهم في إنعاش هذا الجانب، أما أن يمنع من هذا الجانب وفي نفس الوقت أنت لا تعطي اهتمام كبير جدا، الاهتمام فقط على مستوى الإعلام فقط، ولكن عمليا لا يوجد نهائيا. لو تحدثنا عن بناء المعماري، هل هو مهيأ بناء المسرح لتقديم عليه بعض العروض المسرحية؟ والله شوفي، نحن بقدر المستطاع أعدنا تأهيله، رغم أنه هو من أساسه من الأساس لا يصلح أن يكون قاعة مسرح. وللأسف الشديد كل الحكومات التي تعاقبت وحكمت مثلا نقول الجنوب على سبيل المثال من 1967 من يوم الاستقلال إلى الآن لم تبني قاعة مسرح، حتى بعد الوحدة لم تبني قاعة مسرح بنفس المواصفات العالمية التي تجعلنا يعني شعب راقي وشعب مثقف. لأنه بأمانة دور المسرح خطير جدا ومؤثر جدا في بناء عقلية البشر، في وضع آلية جديدة لصنع الإنسان الجديد. المسرح تأثيره مباشر على المتلقي، فلهذا تجدي أنه يعني أعظم دول العالم لن تتطور أو المتطورة ما تطورت ولم تعرف الازدهار والتنمية إلا ازدهار الثقافة. فهما صنوان متوازيان يسيران في خط واحد، الثقافة والتنمية والإقتصاد. لأننا بعطيك مثال بسيط، إن ظل الشعب جاهل ومتخلف وقمت ببناء منشآت شاهقة ومصانع سيقوم بتدميرها، لأنه ما اشتغلتي أنت على الجانب الآخر والمهم هو العقل البشري والفكر البشري. يعني مثل ما حصل الآن، يعني عندما تقوم حرب المواطن ينهب كل شيء. هذه ثقافة خطيرة. بينما في سويسرا عندما كانت أعتقد السويد أو سويسرا إن خانني الذاكرة، عند في الحرب العالمية الثانية وعندما عرفوا أن هتلر خلاص سيسيطر على كل أوروبا ومن ضمنها بلدهم، فقاموا بإعلان سري بين المواطنين أن يذهبوا إلى البنوك ويذهبوا إلى المتاحف ويأخذ كل شخص قطعة ومبلغ من المال يخفيه في بيته حتى لا يأخذوه النازيين. وتصوري يعني هذه الثقافة التي كانت في ذاك الفترة في الحرب العالمية الثانية استمرت، هذه المقتنيات التي لا تقدر بثمن من تاريخهم موجودة ومخبأة داخل بيوتهم. عندما أعادوا
استقلالهم في 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 52 تقريبا، يعني بعد الحرب العالميه، الحرب العالميه انتهت في 45، يعني قريب 7 سنوات، والمقتنيات والمبالغ الماليه والها موجوده مخباه في بيوت الناس، اعادوها بطوابير تلقائيا من ذات انفسهم، قالنا هذا تراثي، هذا تاريخي، هذه الثقافه. الثقافه ليست اغنيه ورقصه كما يعتقد بعض المسؤولين، وهذه جريمه ان يكون مسؤول كبير في الدوله يعتقد ان الثقافه هي اغنيه ورقصه. فهذا البشر، هذا البشر كيف تتفاهمي معه انه لا، الثقافه هي بناء انسان جديد، الثقافه هي مواكبه اساسيه لاي تطور واي بناء لاي دوله في العالم. الانتاج الفني المسرحي بالذات الذي يقوم به الشباب الناشئ هذه الايام، كيف تقيمون هذا الانتاج الفني المسرحي؟ والله الشباب جزء من المجتمع، بل يكاد يكون أساس المجتمع، وخاصة في بلادنا شريحة الشباب كبيرة جدا ومضطهدة جدا، يعني للأسف يعني يتخرج الشاب لا يجد عمل. أنا معي 2 أولادي أجاويد إبراهيم، واحد منهم تخرج بكالوريوس في الهندسة والثاني بكالوريوس في الهندسة، تصوري هذا 5 سنوات بدون عمل، وهذا بدون وظيفة، وهذا نفس الكلام 4 سنوات، وغيرهم مئات الآلاف من نحن أيضا. فلهذا نحن ندمر شريحة مهمة جدا من شرائح المجتمع التي هي ستكون في يوم من الأيام ضلع من أضلاع هذه الدولة وهذا البلد، لأن المستقبل لهم. فلهذا نحن نهتم كثير جدا بالشباب، لأننا نعلم أن بدون إعطائهم الرعاية والاهتمام فإننا نفقد جزء كبير جدا من 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 مواصلة المشوار. يعني لابد أن يكون هناك جيل يسلم الرعاية لجيل آخر، وإلا ستكون هناك فجوة، وعدن عمرها ما حست بهذه الفجوة. عدن من 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 العشرينات كان جيل يسلم جيل بالفن، بالغناء، بالموسيقى، بالأشعار، بالمسرح، بالسينما، بالإذاعة، بالتلفزيون، جيل يسلم جيل. فنحن على هذا الطريق سائرون بإذن الله تعالى. فعندما تعطي للشباب فرصته، هذه طاقات هائلة، طاقات بحاجة إلى أنها تجد المجال الصحيح لتفجير طاقتها هذه، وستجدي بعدين أنك أنت قدمت خدمة كبيرة للوطن نفسه وليس لهذا الشاب أو ذاك. ختاما أستاذ أحمد، كيف يمكن العودة بالمسرح في عدن إلى الواجهة من جديد؟ والله نحن نحاول بقدر الإمكان ولازلنا، والمسرح في عدن عريق جدا، ومن 1904 كما قلت لك، وحتى الآن مرت أجيال بعد أجيال تواصل هذا المشوار لعلمهم المسبق بأهمية هذا الدور الكبير في حياة المجتمع. وما نحن إلا جيل من أجيال السبعينات استمرت حتى الآن، وظهرت أجيال كثيرة جدا في مجال المسرح، وقدمت أعمال كبيرة جميلة ورائعة جدا، ومن ضمن هذه الأعمال أيضا أعمال الشباب اللي لا زالوا الآن يخوضوا التجربة. سنقف معهم ونقدم لهم كل العون والمساعدة رغم شحة الإمكانيات، ولكن طالما وإن هذا هدفنا وهذه نيتنا الصادقة تجاه هؤلاء الشباب، أننا يعني لن نألو جهدا في إعطائهم كل ما يمكن من إمكانيات وخبرات حتى يشقوا طريقهم في الطريق الصحيح. الأستاذ أحمد عبد الله حسين، مدير عام مكتب الثقافة في محافظة عدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. وخير جليس في الزمان كتاب، على هذا يتهافت المجتمع والشباب هنا في عدن على معارض الكتاب على قلتها لينهلوا من العلم والمعرفة. عدن حاضنة الثقافة منذ القدم، لا تكاد تخلو من روحانية العلم والحلم والسلام.
أن يعلن عن افتتاح معرض من معارض الكتاب في عدن حتى يتزاحم أبناؤها لإشباع ذائقتهم الأدبية والفكرية والانهماك في صفحات الكتب التي بها تصفو أذهانهم صعودا نحو المعالي. تنتظم معارض الكتاب للعام السادس على التوالي في عدن كمدينة رائدة استهوت الفن والأدب وسطع تاريخها في مختلف العصور مجسدا صورة التحضر المتجذر في نفوس أبنائها على مر الأزمان. تعالت عدن واستعادت تنميتها في صورة كتاب عنوانه الأبرز لا للعنف وبالعلم وحده تبنى الأوطان. تحاول هذه الأنشطة الثقافية إعادة الاعتبار للكتاب وللمجتمع العدني بعد أن حالت الحرب بينه وبين هواياته الثقافية والفنية. توافد القراء على معارض الكتاب دلالة راسخة على هوية عدن المهتمة دوما بالعلم والثقافة ونشر المعرفة وسط مجتمع متحضر يواكب العصر ويساير ركب الثقافة. تفاعل الشغوف مع معارض الكتاب تجسيد للوعي الثقافي المتنامي في أوساط المجتمع العدني التواق للارتقاء. رحلة تبدأ ولا تنتهي بتعاقب الأجيال التي تعي أن خلف هذه الصفحات عالم متكامل وأن القراءة هي مفتاح الحلول لمشكلات وتحديات الحياة. أحمد الأسد شاب مكافح استطاع أن يحسن من وضعه المادي باعتماده على نفسه وطباخة الفوفل الملبس. ابقوا معنا. أحمد عمر صالح الأسد طالب في ثانوية أكتوبر بكريتر عدن استطاع بقليل من الخبرة وبكثير من الإصرار والعزيمة التحسين من مستواه المعيشي والمادي بعد أن قرر العمل في طبخ وبيع الفوفل الملبس. اسمي أحمد عمر صالح الأسد من مواليد عدن ساكن بحافة حسين أدرس في ثانوية 14 أكتوبر. كنت يعني وأنا صغير كنت أمي يعني تصلح لي كنت أبيع بالحي يعني أحيانا مش دائما. بعد لما كبرت فكيت معي بلياردو وجيم قالت استشرت قالت لي أنا ببيع وهكذا قال لي بدأ بدأت كنت هي كانت تصلح لي بالبداية. بعدين يوم من الأيام قلت لها طب إيش يتعلم أنا إن أنا أصلحه وهكذا وعلمتنا إن أنا كيف أصلحه وبدأت أصلحه يعني بإتقان عرفت إن كيف أصلحه وبدأت أبيعه يعني بالحين يعني لي يمكن سنة وأنا على ما أبيعه
بعدين بعد ما نشأت شلت مني الأخ تماني بدأت أنتشر بالفيس يعني دخلوا الناس كمان بالواتس وهكذا بدأت تجي الطلبيات حبة حبة. اعتاد أحمد منذ الصغر أكل الفوفل الملبس في مطبخ والدته، وحينما بدأ التفكير في مشروعه الخاص اختار العمل في بيع الفوفل الملبس ليشكل له اليوم مصدر دخل ورواجاً في أوساط المجتمع العدني. أحياناً يقول شلو يعني في ناس عيوبهم الرطب، في ناس عيوبهم يعني اللي القوي، وأنا على حسب يعني طلب الزبون أصلح له. بعدين أصلح الفوفل وأرش يعني الحبيبات الملونة على القطع يكون مغطاين مربعات، أرش عليها الحبيبات الملونة أطرحهم بصحون بلاستيك ومن ثم أغلفهم يعني بنايلون شفاف. في ناس يعني يعملوهم بعد يعملوا له لبان يعملوا له، بس أنا ما عاد جربت ولا من هذه أبيعه يعني زي ما كنت بيصلحه بالحي أبيعه، يعني ما قد جربت أعمله هكذا ولا شيء. الفوفل الملبس طبخة عدنية سهلة التحضير، تصنع من الفوفل والسكر وتطبخ على نار هادئة ويرش عليها النرجيل كلا بحسب الطلب. ولاقت مهنة أحمد الكثير من الرواج لإتقانه وحبه للعمل. المكونات حقه أشل فوفل دقة يجي حق تنبض الفوفل ونارجين وسكر، يعني كله يكون بقياس يعني معينة قياسات معينة، يعني يخلي السكر أول حاجة يفور لما يرجع زي المنك يرجع زي الشير يعني زي المنك، وارجع أسكب الفوفل وقس أحركه بين البين بينهم البين خليه يندمج، وأسكب بعدين النارجل يعني لاحت ما يجمد. على أحيانا يجي شلو على حسب الطلب، يعني يجي شلو أحيانا أبيع 5-7 أحيانا 4 أحيانا 2، يعني على حسب يكون الطلب اليومي كم يكون على اللي شلو. يستخدم أحمد منصات التواصل الاجتماعي للترويج لمشروعه، ويوفر لزبائنه خدمة التوصيل إلى المنازل، ويأمل مستقبلاً توسيع نشاطه التجاري وامتلاكه متجراً خاصاً وفروعاً وموزعين. كانت الأخت ماني بدأت كانت تروج لي بالفيس يعني وبالواتس يعني بالجروبات حقها، يعني لين ما عملت صفحة لنفسي بالفيس، صلحت صفحة باسم أحمد الأسد، وبدأت أنا يعني نزل طلبية حق اليوم، مثلاً صورها نزل طلبية حق اليوم وطرح أقول لهم إنه هدفه في ملبس وطرح رقمي عشان يكون في تواصل، اللي مش عارفين تقول لي بعضهم بالواتس، ويستمر الحمد لله الطلبية كانت تنقل من باص لباص، كانت تعب عليها. في ناس يعني ساعدونا وشلوا سيكل، شلوا لي سيكل موتور، يعني تسهلت لي التوصيل، بدأت يعني أروح بسرعة وأرجع حتى بسرعة يعني سهل. باقي الحين إن شاء الله بإذن الله بحاول يعني بقدر ما يمكن أنا أحاول أفتح محل حتى صغير أو كشك أكون صلح فيه، لأنه هنا داخل البيت ضيق والبيت صغير يعني ما نقدرش كده، فهم لي كيف؟ ما نقدرش يعني نصلح داخلته. أحمد الأسد لا يرى في الظروف الصعبة إلا مصدرا للتحدي والمضي قدما، حيث يسعى من خلال عمله الخاص إلى جانب دراسته مساعدة أسرته في تكاليف الحياة، ناصحاً الشباب عدم الاستسلام للظروف واستغلال الفرص والتسلح بالعزيمة والعمل الدؤوب. أنصحهم يعني اللي معه يعني دراسة ولا شيء يستمر بدراسته، وقت الفراغ يعني يحاول يساعد من نفسه، يحاول يساعد يعني أهله بقدر ما يمكن، يحاول يعني يشتغل ويدرس، يطرح وقت بوقت يعني وقت للدراسة ووقت يطرحه للشغل، حاول يجمع له بقدر ما يمكن، لأنه كم الواحد بيجلس على أبوه وأمه يعني بنجلس نطلبهم في حاجات ما يقدرش يجيبوها، فنحاول نحن نساعد من نفوسنا احنا، واتمنى منهم انهم يعني يساعدوا من نفوسهم يعني ويفتحوا اي مشروع حتى لو هو بسيط، بدل ما هو يجلس يلعبوا بيسهم ولا اقول لك قال لي بيس بارد مبرد بلعب، حاول يعني يخبي من دي البيس عشان يستثمر منه. مشاهدينا إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.